Adi Kulhan here, general term for ischemic heart disease. Eli here refer or to mean there is a reduction in the blood supply, reduce perfusion, وبالتالي من يقلل blood supply لأني tissue or organ. إذا كان بأي other organ راح يصير infarction. وإذا نتكلم عن الهارت راح يصير احنا نسميها myocardial infarction. سببها هو reduction of the blood supply. تعرفون احنا ال reduction هذا بالblood supply اللي راح اذا صار عندنا يصير بعدين infarction, واللي نتيجة إلى يصير عندنا بعدين نسميه heart failure. الهارت فيلر احنا عندنا قسمين, اكو احنا نسميه left side heart failure واكو right side heart failure. تعرفون انتو الهارت ينقسم الى left والright side. والleft احنا عندنا الventricles والاتيريوم. بالmost commonly بالleft side heart failure الكومن predisposing فاكتور إلى هو البولمونري إديما أو البولمونري كونجستن. يعني one of them lead to other. إذا عندنا ال left sided heart failure, مين يصير failure from left side, صار infarction, صار necrosis بمنطقة معينة, هذا راح العواقب ما تيسوى عنده بعدين بولمونري إديما. وبنفس الوقت البولمونري إديما إذا صارت due to lung disease مثلا هي تسوي لي بعدين left sided heart failure. وهواي هذه حالات تجي للطوارئ, خصوصا المقيم الدوري من هنا من يقعد بالطوارئ تجي هذه الكيسات, يعني emergency كيس انه هو اصلا عنده مثلا acute MI وطورت الاكيوت ام اي سوت عده heart failure بالليفت سايد, وبالتالي نتيجه لها صار عنده بولمنري ايديما. احنا تطرقنا للبولمنري ايديما بالفصل الاول وشويه اخذنا عنها مقتطفات, بس ما يعني دخلنا بها بشكل عام لانه راح ناخذها على respiratory disease pathology, راح نكمل وياكم ان شاء الله بالفصل الثاني. بس هي من ساين وسبتم انه بالبولمونري ايديما يصير بولمونري كونجستن, يجيك البيشنت عنده هنا اسايتس فلويد صاعد, يعني حتى بالعاميه اكثر الناس يعرفه يقول له المي صاعد القلب, صاعد المي القلب وكتله, يعني هذا هو معناته هو اللي يصير عنده بولمونري ايديما نتيجه الهارت فيلر. ويجيك البيشنت هنا ديزنيا صاير عنده شورتنس اوف بريث, ما يقدر يتنفس, المنطقه كلها هذه يعني الفلويد صاعد واصل الاند ستيج يعني. فهذا هو من الاسباب مالت يعني الاسباب مالته هو بالنسبه للليفت سايد هارت فيلر. الرايت هو شو تصير من يصير طبعا ليفت سايد هارت فيلر, ايضا راح يصير بنفس الوقت رايت سايد هارت فيلر, يعني ينتقل من الليفت بعدين يصير رايت هارت فيلر. وبنفس الوقت احنا نعرف البلد اللي يجي على الرايت سايد مين الإفكت وين؟ على البريفرال تيشو. يعني بالليفت سايد الإفكت مالتنا وين يكون؟ يكون على اللنج, يكون على الهارت. بالرايت الإفكت وين يصير؟ على البريفرال تيشو. يعني شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ليفر كونجستن أو ليفر سيروسس احنا نسميه, تشمع بالكبد. فشوف هنا ذني يعني الهارت والليفر بنفس الوقت الرينال ذني الكدني ذني الكورونري ارتري اللي هنا المين ارتريز اللي إذا صار بهن ذني اوكلوجن أو اوبستراكشن أو يعني ديستربنس في البلد فلو بعدين راح يصير عندي اسكيميا بال بالتشو. Other condition rise as a result of an increase in demand هي الهايبراتروفي, شوك, increase heart rate. يعني احنا مو بس انه reduction بالبلد سبلاي هو ممكن يكون يعني السبب من عندي هايبراتروفي, يعني تضخم صاير بعضلة القلب, وسامعين تقول العضلة القلبية عندها مضخمة معناته ديشن يصير عندها هايبراتروفي, فالديماند مالته راح يزداد. إذا هو مثلاً عنده coronary heart disease يعني atherosclerosis تضيق بالشرايين, إيش راح يصير؟ راح يقلل البلد سبلاي وهو يحتاج أكثر كمية لأن صار عنده hypertrophy, فراح يصير بعدين عنده failure, ما يقدر يعني يعطي الديماند المطلوب. كذلك بالشوك, يعني واحد مثلاً يتعرض لحادث معين وهو هاي تجي مثلاً بالطوارئ يصير عنده blood loss, احنا نسميها blood loss anemia, يوصل المرحلة المريض يشوك. ليش يشوك؟ لأن ماكو ديماند بعد ما يلحق, لأنه يصير عنده blood loss فمتى يلحق الهارت على أنه ينطي البيرفيوجن الكافي للتشو البلد الكافي. بنفس الوقت حالات التكيكارديا, يعني اذا ديزيز ممكن يسوي لنا تكيكارديا, والتكيكارديا تتطلب شنو؟ زياده الكارديك اوتبوت, وزياده الكارديك اوتبوت معناتها زياده البامبنج بلاد برجر. اذا ماكو بلاد برجر يعني عندي مصفر ضغطه وتكيكارديا مثلا, فهذا معناته انه راح يصير عنده فيلر. فالاسكيميك هارت ديزيز هي الكوز مالتها اما انه يكون يعني الموستلي هو 90% انه ديجريز بالبلاد سبلاي, وأذر كوز هي انكريز بالديماند اللي قلنا. احنا عندنا فيكست كورونري اوبستراكشن
more than 90% of patients with ischemic heart disease هم عندهم fixed coronary obstruction. One or more lesions that cause at least 75% reduction of the cross-sectional area of at least one of the major epicardial artery. يعني من يصير عندنا fixed coronary obstruction يعني atherosclerosis وبلاك disruption هذا راح يصير عندنا شنو الكورونري ارتريز اللي هي المين ابيكارديال ارتريز الميجر ابيكارديال ارتريز اذا صار بين اوكلوجن بواحد من ذني راح يصير عندنا فيكست نسميه كورونري اوبستراكشن الكورونري اثيروسكلروسيس هذه البيكتشرز هنا للكورونري ارتري ونشوف هنا تضيق باللومن طبعا احنا ايش عندنا بالليرات مالت البلد فيزل يعني اللي وراها طبقة التونيكا ميديا تونيكا ميديا مين تتكون من سموث مصل سيلز والطبقة الخارجية اللي هي تونيكا ادمنتيشيا من يصير عندنا بلاك ديسربشن اللي هو اثيروسكلوروسيس راح وين يكون باللومن يعني وين على الانر موست لاير يعني معناته صار عندنا ديبوزيشن اوف ليبل بلاك ديسربشن هذه على المنطقة اللي هي الانتيما لاير هذا سوى انجري وين بالإندوثيليال سيلز اللي هي لايني مال اللومن مو مالت الارتري فبالتالي هذا الإندوثيليال سيل من صار بيها انجري راح يصير نتيجة الانجري احنا خدنا شو يصير العواقب مالتها مو يصير الكابولتي ذني والليكوسايت ميجريشن ومايجريشن واتهيجن فهذا كله راح يسوي شنو يصير بروليفريشن مين من السموث مصل سيل حتى شنو تعوض هذا الانجري هذا البروليفريشن ايش راح يعطينا راح يزيد الدايميتر فبالتالي يعني يصير ريدكشن باللومن هنا أنا. شوف هنا الثيكنس النورمال مال اللومن اذا تجي على ليرات هنا أنا. هذا هو النورمال لير هذه الانر لير هذا هسه هنا التوب مالت البيكتشر هذه هذه هنا نورمال التوب هنا شوف هذه الطبقه هنا أنا. طبقه الانتيما وبعدين هاي طبقه الميديا وهاي طبقه الاوتر لير الترانزيشن شوف هنا أنا. الانتيما شلون صاير هنا البلاك ديسربشن وبالتالي formation of blood. زين صارت هذه البلاد لكن نفس الوقت اكو البلاد تمشي شنو ممكن نسوي لنا هاي البلاك اللي تكونت هنا formation الثرومبوس اذا صارت ايش يصير عندي بعدين اما تسد اللومن نهائيا او يسويها امبوليزم زين اذا صارت امبوليزم وراحت البرين ايش راح يسوي لنا سي في اي وسي في اي معناتها قد يكون وان سايد او بوث سايد اذا كان جنرال باراليسيس او موستي كمان يكون وان سايد نشوف الاكلوجين هنا وين واصل لاي مرحله طبعا هذا اللي فيك مالته شنو يقولون حتى بعض الحالات انه يبدلوا له الكورنري ارتريز بني اذا هيك واصله هيك مرحله صاير بيها اوبستراكشن اثيروسكلروسيس الاثيروسكلروسيس هو من الريسك فاكتور اللي يكون يعني بريتس بوزنج للاثيروسكلروسيس شنو الفاكتور اللي يسوي بوزنج للاثيروسكلروسيس الدايت مالت الشخص ولهذا شوف الدايت هو اعتقد يعني فشيء مهم جدا لانه تشوف اذا تجي الاحصائيات هسه بالدول البرا نسبه هذا الديزيز اقل عندهم مما هنا عندنا يعني لانه نسبه الدايت هم يختلف عندنا يعني مو مثل هنا يعني هذا هنا الهيستوباثولوجي شوف هذه الليرز هنا صاير يصير عندنا هنا هايبربليجيا جاي الثيكنس هنا مال تونيكا انتيما لانه صاير بروليفريشن وهذه الطبقه اللي هي الميديا وهاي الطبقه الادمنتيشيا فشوف هنا الثيكنس مال الانتيما شلون مطيقه المنطقه هاي واذا شوف ذني السمول ارتريز هذني كومبليتلي اكلوزيف هنا اكو بال نتيجه الاثيروسكلروسيس هذا المخططات ترى هنا مطلوبة يعني خصوصا بهاي المحاضرة هذا النورمال إذا تشوفون اللير مال الارتريز هنا هاي طبقة الانتيما هنا الطبقة هنا مال الميديا وهاي الاوتر موست لير الادمنتيشيا شوف هنا صاير ديبوزيشن مال ليبت هنا عندنا بال رايت سايد الديبوزيشن مال ليبت هاي المنطقة سواء زياده بالثيكنس هنا مال الانتيما لاير وهي هاي النفس احنا نسميها بلاك البلاك هذه ايش راح تسوي لنا ثرومبوس فورميشن الثرومبوس بعدين قد تكون كومبليتلي اكلوزيف لانه ايش راح اذا تباوع هنا
راح يصير اجريجيشن للبلاتليت هنا، وبالتالي ثرومبوس فورميشن. قد تكون الثرومبوس كومبليتلي اوكلوسيف ثرومبوس هنا، وهاي اللي نسميها اكيوت ترانسميورال مايوكارديال انفاكشن، ممكن يسوي صدم ديث اذا مور ذان وان ارتريز. او هنا اذا كان لا ما سويت كومبليت اوكلوجن، نسميها ميورال ثرومبوس وذ فاريبل اوبستراكشن، يعني مو كومبليت اوبستراكشن. ولهذا احنا شنو نسميها هنا؟ اني ستيبل انجينا. تعرفون شنو الفرق بين اني ستيبل حرقه بهاي المنطقه وين بعد البين مالته يكون اكثر شيء بالتشيست وعلى السايد وينزل على الارم والشولدر وحتى يوصل للهيد. مرات حتى يعني بالجوب يجي البيشنت وما يعرف يعني عبالي عنده الم مثلا اسنانه له علاقه بالفك بالشيء يعني ريفيرته يكون. فاذا كانت ات اكسرسايز تختلف منه انه تكون ات ريست. هذا اللي انه نقول يعني ات ريست فرق انه بين الستيبل والانستيبل، لانه هو من يكون واحد بس بالاكسرسايز يعني هذا يزيد عنده الديماند يسوي له تريتمنت يقول احنا ريست يعني. هم ينطوهم هذا السابلينجول تراينيتروغليسرين اللي هو معروفة هواي يعرفوا دول ما يقول لك حبة جوه اللسان. أو إذا كان هذا لا ديك الساعة يحتاج التداخل مثلا جراحي. إذا كانت طبعا هو الدياجنوستس مالته يكون بالـ ECG يعني بالالكترو إجراف مو بال يعني بس الـ clinical features. فإنه clinically أكو لو ماكو thrombus أو أكو إنه MI لو ماكو، لكن بالتخطيط راح تبين. بس ايش ما تمشي على هذا، تمشي على احصائيات مالتهم يعني تكون اضبط، مو مثل احصائيات ملاكم يدزون تقارير وزاره الصحه وما حد ما حد يكتب بها شيء. Of these one third die half before they can get to hospital. يعني هو يقصد السادن كارديك ديث اللي ما يلاحقوا له يعني. الريسك فاكتور هي الايج، انه زياده الايج. بنفس الوقت الريسك فاكتور اللي هو السموكينج اللي درينك يعني الكحولي انت دولة جماعة الأوبسيتي دايت، هذه كلها ريسك فاكتور. على مود انتو يعني تقروا حتى تتهمون السلايد. من يصير عندنا ماي بالهارت ماسل شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا مايكروسكوبيك تشينج وبنفس الوقت ماكروسكوبيك تشينج. يعني ماكروسكوبيك تشينج ما جبت لكم اياها، اكو صور تشريحية موجودة بالكتاب تقدرون تشوفون شلون التشينجز اللي يصير بالهارت ماسل. انتو على يا الكتاب تمشون عدة مراحل تمر بيها الميكروسكوبيك تشينجز. اول شيء انه early coagulative necrosis and edema، بعدين هيموراج، هذا within 4 to 12 hours. احنا قلنا كم تايب من النكروسيس عندنا؟ لا abscess formation ما عندي، بس انفلاماتوري سيلز ماكو اي تشو عندي. فهنا تايب اوف النكروسيس هنا اول شيء راح نشوفه coagulative necrosis يعني within 4 to 12 hours. يعني هو مرات المريض ما يلحق وما يعرف بنفسه، لهذا واحد لازم يكون حذر بهاي الشغلات. يعني ابو الكارديك اللي عنده مثلا انجينا اللي هي ممكن بعدين تصير ام اي، لازم لانه انت يعني هي مراحل تبدي، اول شيء انجينا اني ستيبل ستيبل انجينا بعدين تصير ام اي، لازم هذا يقول للطبيب يقول انت دير بالك على نفسك لان انت مخطوب، انت عندك ريدكشن يقل عند البير فيوجن بالبلاد سبلاي، لان اكو عندنا اتروسكليروسيس وشي ممكن اذا صار عندك اوبستراكشن فاريبل او كومبليت اوبستراكشن ممكن انت تروح بها تصير ام اي، والام اي هذه ممكن تسوي لنا ديث وممكن يتلاحق لها المريض يبقى عايش على عمر كرونيك هارت ديزيز كرونيك هارت فيلر. فلازم شنو يعني يكون يعني خلينا نقول مداري نفسه. ليش؟ لانه من يصير عندك ام اي ما تلحق لها، الام اي ما يتلحق لها وما يعرف هو بالبدايه بها. فمن صار عندنا مثلا ريدكشن بالبلاد سبلاي صارت الام اي وذ 12 اور صار عندنا كوجيلاتيف نكروسيس وهيمورج، وذن 24 اورز صار عندك بيكنوتيك هايبر ايزينوفيليا نيتروفين انفلتريشن، وذن 3 داي صار عندنا انترسيشن انفلتريشن اوف نيوتروفيل يعني هايبر نيوتروفيليا، ودنس سكار يمكن وذن مور ذان 2 مانث. فاذا هو ميدري ميدري تتفاقم الحاله ويصير بعدين عنده ام اي باثي. يعني يحب يشلح اسنانه مثلا ما عنده شغله على الماكو، فقال الم قال اريد اشلح سني يخصهم بالبيت. هو مثلا سي بي اي هو انا قبل فتره اجاني واحد رجال كبير بس انا اعرف اتذكره ما بي شيء يعني صحته العامه وشي هاي، سويت له يمكن فلنج عروض كانت كان عنده. اجاني وراء ست شهور اكثر من ست شهور يعني ما عبر السنه اجاني اوتشيه وابنه كام شويه وليفت سايد كومبليتلي باراليسيس. فراسا عرفت هذا سي بي اي صاير عنده يعني قعد لي
ها قال والله الدكتور عندي هاي الرحايه الاخيره دش لها حرام كان عنده وجدان فوز قلت له بسيطه وشي طبعا انت لازم شويه تتعامل وياهم دول بهدوء وشي لانه هو يجي يريد يقلع ما يعرف فعاده يقول لك قاموا بدوا يكذبون من كثر ما يعني شنو هذا يعني الم عنده او بين او شيء ما يريد يشيك وذا يقول له ضغط عالي ما هذا يقول لك ما عنده شيء اقلع لي اياه فهذا يجي قدامه قلت له حجي شوي شوف صحتك تعبانه قال لي لا ما بيه شيء قلت له ما انا ذكر لك مره بدون عوتشي جيتني انا ما قلت له انه انت صاير عندك شيء او لا قال لي لا هو جيتك بالعوتشي يعني دليل يقول انه ما بيه شيء فابنا وياه قلت له عنده صاير شيء عنده جواب الحجي قال لي ما بيه شيء انت اسكت اذا تسكت انا مو شنو اي يعني يريد يعبر الموقف قلت له لا بسيطه سهله حتى لا من قال لك ما اطلع لك اطلع لك ليش لا استريح حجي على الكرسي دا اشوفه ما ادري شنو شفته هذا فراكتشر وهذه كاريوس ويحتاج يعني شويه سيرج كفر موبايل جوز يعني مو يعني موبايل وسمبل توث وحتى لو موبايل سمبل توث يعني احنا نقول نطي شويه انستيزيا ما نطي وايد زين انفلتريشن مثلا بلين انستيزيا وداوت ادرينالي فمن شفت ايش وضعي قلت حجي بس هيك لنا ثاني شغلات رجع لي مره ثانيه جاي يريد يعني شيك اذا الضغط عالي عنده شيء فحولته على فيزيشن بصفي طبيب باطني رجع لي هذا قلت له السكرتير طبوبه طبوب لي نفسي والله هو يصيح بقى يعني قافل على القلم دزيته واذا كاتب لي هذا الدكتور طلع هو طبعا ياخذ اسبرين ياخذ ورفرين ياخذ مال سي في اي يعني هو شغلات انت دخلتك بمشاكل بعدين ويجي يقول لك ثاني شو اسمه يا دكتور احنا قاعدين شو يصير حتى لو يصير شيء بس انت بعدين اذا صار عنده مثلا فمسوي له يعني جدول الطبيب وقايل له تطبع هذا الدراج وتطبع هذا الدراج ورا ثلاث ايام تجيني اشيكك وشي ورا اسبوع يلا يعني خلينا نقول شو اسمه اجاني فمن اجاني قلعت له ورا الاسبوع جايب لي رساله من انا معتمد على الورقه يعني اخليها هذه في الدوكيمنت فشفته قاعد لي فيت فور اكستراكشن قلعت له من خلصت قال لي ايه شددنا عليك ضغط صاعد حجي احنا زين بعدين تكذب علي لو ما تكذب علي هذه صحتك بس انا يوم كذبت عليك حجي هاي الورقه عندي دوكيمنت زين طقطق صايد طقطق نازل شو يصير فيه خيس انا عندي هاي الورقه تخلصني لان هاي راشيته مال الطبيب وبيها ال ف اي شوف يعني هاي ما ادري شو انت هاي طبعا شنو انت هاي قاعد بكلينيك ورايفيت وهاي انت داوم بعد بالمراكز الصحيه وشوف شوف صايد يعني يجيك يتعارك وياك ويجيك يعني انت هنا يعني تقدر تتعامل وياه انت عياده وبرايفت ما تيجي تشتغل ما تيجي تشتغل حتى هو مثلا بالمقابل يقول لك انا مو هو غيره مثلا اروح عليه لكن بالمستشفى لا تشوفون يعني هوايه فانت لازم شنو ذني كلهم يعني من يجيك عنده سوي له ريفيرنج تقول له للطبيب حتى لو بالمركز الصحي شيء هذا بيشنت وذ هيستوري اوف اسكيميك هارت ديزيز حتى يتعامل وياه لان ذني كل المشاكل بعدين دخلنا في المشاكل اول مرحله احنا عندنا مايكروسكوبيك فيتشر اوف ام اي اند اتس ريبير شوف هنا وين دي اول انفكشن شو كوغيلات النكروسيس وذ ويفي فايبرز كومبيرد وذ ادجيسنت نورمال فايبر ات رايت نكروتيك سيل ار سيبريتد باي اديما فلويد شوف هسه هنا جهه هاي السايد اللي هنا رايت هذا نورمال شوف هذا المايوسايت ثاني المسل سيلز وثاني النيوكليا مالتهم طبيعيات تجي على هذه هنا صايره الفايبر ويفي متموجه ماخذه ويفي شيب وبنفس الوقت تشوف النيوكليا على كتر طالع لي برا يعني اللي يصير نكروسيس هنا وتايب نكروسيس كوغيلاتيف نكروسيس هذا الفيرست ستيج اللي يصير عندنا بالاماي وراها شو يصير عندنا هنا دنس نيوتروفيل انفلتريشن ان اريا اوف 2 تو 3 داي اولد انفكشن شوف هنا الموست اوف تايب اوف سيلز هنا شنو بوليمورف نيوكليا سيلز شوف النيوكليا هنا باي او 3 نيوكليا يعني هذه كلها نيوتروفيل هنا فهنا نسميها هايبر نيوتروفيليا هاي المرحله الثانيه من صار عندنا نكروسيس شوف هنا الفايبرز خاليه ما بيها نيوكليا مو فاكر كلها هاي الفايبرز الالياف مايوسايت مسل ماكو بيها هنا سيلز نفس الوقت هنا دنس نيوتروفيليا نفس البكتشر بس هاي هنا اذر يعني اذر بكتشر هم تشوف هنا الفايبرز هنا كلير ودنس نيوتروفيليا فلتريشن this neutrophil infiltration between fiber
بعدين شو يصير عندنا؟ هايبر إزينوفيليا، يزداد عندنا النمبر مال الإزينوفيل. هو لان يكون هنا احنا نحكي على اكيوت هنا الكرونيك البلازما سيل، هذا اللي نسميه كرونيك. بس هنا كله اكيوت انفلاميشن، سبيره الانفلاميشن نسميه. فشوف هنا النمبر اوف سيل، هنا راح تجي عندنا النيوتروفيل والايزينوفيل همينة، لان ار بي سي هنا الزغار. طبعا احنا لما صار عندنا نيكروسيس صار انفلاميشن لازم يصير عندنا ريبير، مو لازم يصير عندنا هيلينج خدناها بالفصل الاول. فتبدي تشتغل الماكروفاج حتى تسوي فاجوسايتوسيس. فشوف هنا البيكتشر، هنا انفلتريشن مال ماكروفاج فاجوسيتيك سيل، حتى شو تسوي نيكروتيك مايوسايت تبدي تسوي له فاجوسايتوسيس. شوفوا هنا نيكروتيك فايبر تبدي الماكروفاج تلتهمه. فيعني وصلنا لمرحله انه الكرونيك انفلاميشن. هاي هم بيكتشر ناكو قلت النيكروسيس. شوف هنا الفايبرز هاي على فترة كلها، بس شوف اركيتكتشرز يعني، لكن من تشوفها ما تقدر تقول عنها هذه مصل فايبر، وانما مجرد بيسز اوف تشو. وهاي هنا السيال برا طالعة كلها. هنا الجرانيليشن تشو صاير كاركترايز باي لوس لوس كونكتد تشو عند ابندنت كابيلاريز. هاي الفاسكولار هذا هنا granulation tissue، يعني اشوف fibers without nuclei واشوف inflammatory cell وvascularity عالية، هذا صار عندي granulation tissue. هاي تتطور المرحلة اكثر. هنا صاير بيها healing ال MI dense collagenous scar few residuals cardiac muscle. طبعا هاي special stain ما تبين بالستين العادية. هاي الستين هنا شوف الكولاجين هذه البلو لايت الكلر، احنا نورمال شنو الكلر مالته؟ ليغرة الستايل الكلر مالته هذا كله كولاجين، هذا الكلر هنا كولاجين فايبر. قتل سكارتو بالربير ديسير فايبروسيس هنا ديسير هيلينج. فشوف هنا كله فايبروسيس، يعني هذا لو كان بالوردي شوف هذا كله فايبروسيس معناته انه ديسير هيلينج. وهذه الكارديك مصل هنا ام اي لها هواي كومبليكيشن، يعني من يصير ام اي يعني بالمنطقه ممكن شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ربشر يسموه كارديك ربشر، اما السبتم اللي يفصل بين الفنتركل والاتريوم يصير بيها ربشر، او بنفس المكان المنطقه كلها يصير بيها ربشر هنا. فهذه ان شاء الله راح تاخذون انتم من نظري اذا اخذتوهن، بس جروس باثولوجي ما جبت لكم عليها على الهستو باثولوجي، هو ما راح يفرق هواي، مجرد يصير انفلاميشن يصير همرج بالمنطقه لان من يصير ربشر بالبلد بزر. فشوف النظري اذا اعطاكم اياهن حتى يكون عند اخلاق، اذا ما اعطاكم اياهن مجرد دليل اذا طلع. هذا هنا بالسبتم صاير ربشر نتيجه الام اي. هاي البابيلاري ماسل هنا صاير بها ربشر. وهاي هنا الفايبرس بريكارديتس هنا والهيمورج رفض بكارديال سير اوفر سيرفيس اوفر لايجنج الاكيوت انفاكشن. هنا نشوف صاير بريكارديتس هنا هاي المنطقة، لأنه نفس الأم آي مرات يصير عندنا نيكروسيس بالمنطقة، يعني إسكيميا ويرجع يصير ريبيرفيوجن. يعني إذا تلاحقها بالتريتمنت وانطوه مثل فازودايليتر البيشنت، يعني بالمراحل البدائية انطوه سبلينجوال أو غيرهن من التريتمنت مالت الأم آي، ممكن يصير ريبيرفيوجن بعدين، أو إذا مثلا انفتحت يعني مو كومبليت أوبسيربشن وانفتحت بعدين. فهذا الريبير فيوجن نفسه هو احنا يعني مشكله، يعني هو تريتمنت ويفيد بس بنفس الوقت هو قد يكون مشكله، لانه الريبير فيوجن معناته مرات يسوي عندي هيمرج ويصير رف سيرفيس وبعدين يرجع يسوي لي مرتلو انفاكشن. فلهذا هو الديزيز يعني انت هذا صعب التعامل وياه، يعني من يوصل لهيج مراحل حتى يعني مرات يقول لك انا سويت قسطره ويرجع بعدين ينتكس مرتلو، لانه يعني الريبير فيوجن نفسه قد يكون مشكله يعني بعدين. المحاضرة الجاية شطوكم بها حتى شنو ينطرق بها من السلايدات، بس انت اخذها مصطفى انه هي مطلوبة من عند الاهالي، نكملها على المحاضرة الجاية.
الاس مال الانفكشن مطلوبات شوف هاي الكورنري اكتب تمبوسز يعني هاي الام اي ام تنياكم اياها بس الجزء الثاني الام اي كارديال انفكشن هذه هنا شوف هاي هنا صاير فيها هيموريج زي ديرفيوجن صاير هاي المنطقه هنا فيها نكروسس صاير فيها سكار فورميشن يصير نكروتيك تيشو والسكار السكار شلون تبين انت الجروسي شلون تعرفها هذه يعني صاير فيها فايبروسس اصبح عالي بينما انت المنطقه اللي فيها فاسكولاريتي حتى من تلزم العينه جروسي تشوف المنطقه صايره هيمولوجيك يعني تجي في الكلام مالتها التكستشر مالتها تشوفها سوفت كونسستنسي بس مثلا من يكون عندي سكار فورميشن او صاير فايبروسس احس اصدق العينه يعني هاي حتى قلت لكم انه في الجروس تقدر تحكم على العينه لان الجروس كلش مهم يعني قد تكون هذه يعني هارد او اذا كانت هذه سوفت هذا كله يعطينا كله يعطيك فد ساين على مود تعرف انت ويا تستوى ثلج تعطيك كومبليت دايجنوستس.